دايما بتشوف الجمال، والودن دايما بتسمع الحلو، اما الروح بقى بتدور على اللي شبهها. احلى حاجه في الموسيقى انها مش محتاجه لغه، لانها ببساطه هي اتصال بين روح العازف وروح المستمع. وآلة الهاند بان قدرت تعزف الثقافتين. مرحب بك. اهلا وسهلا، انا اسمي محمد عبد الستار، مواليد محافظه البحر الاحمر الغردقه. مشواري جه في الفن، كنت بلعب كذا آلة من صغري، فقعدت فتره في روسيا بلعب على آلة الناي. كان عباره عن مكان لليوجا والتعبد، الناس بتتامل وبتعمل يوجا، يعني حاجات رياضيه، وكلهم ناس فيجن وبيحبوا المزيكا الهاديه، علشان عن طريق المزيكا الهاديه هم بيعرفوا يرتاحوا ويتاملوا اكتر وكده. فمن كتر حبي في الناي اكتشفت ان في آلات تانية بس بتدي نفس الاحساس بتاع الناي، اللي هي بتوصل للناس للحتة اللي هو ما بينه وبين المعتقدات التانية اللي الناس نفسها توصل لها، ان هو في كون تاني وفي عالم وتأمل والطبيعة حلوة ازاي. اللي سمعت صوت غريب كان جاي لي من حد بيلعب، كان صوت زي كده، فالصوت ده شدني من اول مره سمعته، فقعدت اسال على الاله دي، طلعت اله اسمها هاند بان. هاند بان كلمه من قطعتين، هاند بان، بان يعني حله، هي مش شبه الحله قوي، بس في ناس بتقول عليها شبه الحله، في ناس بتقول شبه الشوايه. هي هاند بان، الحله اليدويه لو هنترجمها بالعربي، بس انا افضل ان احنا نسميها زي اسمها الاوريجينال، هاند بان. طلبت حمايتك، احمي اخواتي، امين. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر، لا كبير سوى. الله الله الله، كل واحد فينا بيدور على طريقة توصله باللي خلقه. في اللي بيعتكف، وفي اللي يسبح، وفي اللي بيدروش ويبقى في عالم تاني، وبرضه في اللي بيوصل بالموسيقى الروحانية اللي بتحسسه بحياته وبتوصله الانتماء مع ذاته وروحه. ده حتى في شعوب كتير بتعتبرها صلاة بيقربوا بيها من ربنا في مختلف الأديان. عندنا مثلا آلة موسيقية تعتبر من أجمل آلات الموسيقى الروحانية في العالم كله، ليها إيقاع بيوصلك لدرجة الخشوع والسلام الداخلي بسهولة جدا. وزي ما قال توماس كارلل عن الموسيقى، إذا كانت للملائكة لغة تتحدث بها فإنها بلا شك الموسيقى. وطبعا مفيش أجمل من موسيقى الهاند بان اللي تستاهل الوصف العظيم ده كله. آلة الهاند بان آلة ممتعة، بس قليل جدا لما تلاقي حد بيعزف عليها او بيعرف يفهمها ويفهم بساطتها. تحس انها بتنادي على اهل العارفين والواصلين مع الله، بس اللي بيقدروا يفهموا روحانيتها. ده كمان في بلاد ممكن تستخدم الاله دي في العلاج بالطاقه، لانها بمجرد ما بيتعزف عليها تلقائي بيتفتح كل مناطق الاحساس في الجسم، وتبدا تطلع الطاقه الايجابيه وتوصلك للسلام الداخلي. الهاند بان اله السلام لاهل السلام، وعليكم السلام والخير يا أهل الله في كل مكان.